قدم صباح اليوم ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في منبر الأديان دينار إبراهيم النظيفة بيانا صحفيا يتعلق بتنظيم اليوم الوطني للسلام والتعايش السلمي. هو يوم للدعاء من أجل السلام والتعايش السلمي والوفاق الوطني دورة 2017 الذي وضع تحت شعار يدا بيد فلنعمل من أجل التضامن والعدالة في سياق الأزمة الاقتصادية الاجتماعية. نحن نذكر بأن يوم الدعاء من أجل السلام أسس بالقرار رقم 1341 بتاريخ 17 نوفمبر 2011. إن منبر الأديان من خلال تقاسم الخبرات الدينية وتواد القيم التسامح وقبول الآخر رغم الاختلافات والاحترام المتبادل ونشر قيم التعايش السلمي والتي هي من أهداف احتفال يوم 28 نوفمبر. إن منبر الأديان من خلال الدعاء واللقاءات والتدريبات لتقوية أواصر السلام والوحدة الوطنية والتماسك بين أبناء تشاد، وإنما قطعه القيادات الدينية الثلاثة الكاثوليكية والبروتستانتية والإسلام في هذا الطريق يثلج النفس، ولا يزالون يعملون مقتنعين بتكملة المشوار من أجل وطن ينعم بالسلام. ونؤكد أن احتفال اليوم الوطني دورة 2017 سيقام بتاريخ 28 من نوفمبر 2017 القادم بمشيئة الله تعالى. شهدت مساء أمس زاوية الشيخ أحمد التجاني عثمان بالدائرة الخامسة مناسبة الاحتفال بالذكرى النبوي الشريفة بحضور العديد من المدعوين. تقرير محمود موسى الفيل. بمناسبة الاحتفال بالذكرى المولد النبوي الشريف الذي يحتفل به المسلمين في شهر ربيع الأول في مختلف دول العالم، وعليه فقد احتفل أعضاء فرقة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني بهذه المناسبة الكريمة حبا وتعظيما لسيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية. احتفالنا أيها الإخوة هو نعبر ونظهر للجميع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب دعوة عامة لكافة الخلق. هذا وقد شهدت المناسبة العديد من الفقرات كالأذكار وقراءة القرآن فضلا عن المدائح النبوية المختلفة من قبل الفرق المشاركة في هذه المناسبة العطرة كل واحدة تلو الأخرى. وللمعلومية فإن أجواء المساجد والزوايا والخلاوة القرآنية هذه الأيام ستشهد عدة احتفالات دينية بهذه المناسبة الكريمة.